هنتكلم النهاردة عن أنواع الحدود السياسية. احنا كنا اتكلمنا عن مفهوم الحدود والفرق بينها وبين التخوم، وخدنا وظائف الحدود وخدنا مراحل ايه رسمها وتحديدها. النهاردة بنتكلم عن أنواع الحدود. لما اجي اسأل اي طالب من خلال معلوماته السابقة تفتكر أنواع الحدود ايه، يقولك حدود طبيعية وحدود بشرية. جميل، طب انهي فيهم السياسية؟ يقولك اكيد السياسية هي البشرية. لا، كل الحدود اسمها حدود سياسية، ماشي، لكن تنقسم الحدود السياسية الى حدود سياسية بشرية البشر هم اللي رسموها، وحدود سياسية طبيعية البشر برضو هم اللي رسموها. ايه ده، ايه اللخبطة دي؟ لا، كل الحدود سياسية لان البشر هم اللي قاموا بتحديدها، ولكن هناك حدود البشر حددوها فوق ظاهرات طبيعية، فدي بنسميها حدود سياسية طبيعية. في جبل يفصل بين الدولتين، الجبل تخوم، الغابات تخوم، الصحاري تخوم، الهضاب تخوم، لكن يجوا الدولتين يحددوا الحدود فوق الجبل او فوق النهر او فوق البحر او فوق الايه الغابة، يبقى هنا هم حولوا هذه التخوم الى حدود على ظاهرة طبيعية، فتسمى هنا الحدود حدود طبيعية، ولكن في الحقيقة هي خطوط ترسم فوق الظاهرات الطبيعية. أما الحدود البشرية دي بقى البشر هم اللي حددوها كلية. ولو بصينا للشكل التوضيحي اللي قدامنا على الشاشة هنلاقي تصنف الحدود السياسية بين الدول تبعا لمعيارين، الحدود الطبيعية والحدود البشرية. حدود طبيعية اللي هي يتم رسمها فوق ظاهرات طبيعية، حدود جبلية، حدود نهرية، حدود بحيرية، ونركز ونفرق بينها وبين البحرية، أفرق بين بحيرية على بحيرة غير بحرية على بحر. أما الحدود البشرية دي تشمل الحدود الهندسية والحدود الحضارية اللي بيسموها إثنوغرافية وفقا للغة أو الدين. هنبدأ بالحدود الطبيعية. ايه تعرفها؟ قال لي زي ما انت شايف كده على الشاشة قدامك، يتم رسمها على اساس ظاهرات طبيعية، على جبال، على بحار، على محيطات. وعلى فكرة كل اشكال وانواع الحدود الطبيعية من اميز انواع الحدود. ليه؟ قال لي اقوى الحدود اللي تفصل بين الدول عشان بيصعب اختراقها. طبعا اكيد صعوبة اختراق الجبل مش زي صعوبة اختراق المستنقع، صعوبة اختراق البحر مش زي صعوبة اختراق النهر، بس في النهاية كلها ظاهرات طبيعية يصعب اختراقها، وإن كان أصعبهم هو الجبل. وعشان كده هبدأ بالحدود الجبلية، والسؤال ده مهم جدا بما تفسر قدامك على الشاشة. تصلح الجبال لتكون حدود فاصلة بين الدول، الجبال حدود فاصلة أو الجبال فواصل طبيعية، ولكن الإنسان هيرسم فوقها الخط الحدودي عشان نأكد تاني ان الحدود خطوط، ماشي. اما الجبال او الانهار او البحار فهي ان صح التعبير فواصل طبيعية بين الدولتين، هيتم رسم الخطوط الحدودية فوقهما عن طريق الإنسان. طب ليه الجبل من اميز الظاهرات الطبيعية اللي هو بيفصل بين الدول؟ قال لي علشان ظاهرة دائمة، يعني موجودة على طول ومرئية واضحة وعريضة ووعرة، يعني صعب العيش فيها أو التنقل عبرها، وقليلة السكان، ويقتصر العبور فيها على معابر معينة. دي أول خاصية في الجبال. الخاصية الثانية إن هي خطوط دفاعية الدولة بتضع فوقها دفاعاتها وأجهزة رقابتها والدفاع عن نفسها. ولهذا الجبال لما بتكون فواصل بين دولتين بيتم رسم الحدود فوقها، وبتبقى من أقوى أنواع الحدود اللي هي بترسم على جبال. طيب يا ترى الحدود اللي بترسم على الجبال دي بترسم فين؟ إما مع قمة الجبل، لو افترضنا أن الجبل أهو مع القمة اللي هي بيسموها الجغرافيين خط تقسيم المياه، انتوا خدتوا قبل كده في السنوات السابقة لما يكون جبل بالشكل ده والأمطار تمطر على قمته، كمية مطر تتجه يمينا والأخرى تتجه يسارا، فاللي في النص ده بيسموه خط تقسيم المياه، يعني قمة الجبل. أو
يتم رسم الحدود عند اقدام الايه الجبال. لو بصينا كده مع بعض على الشاشه جايب لي الامثله بتاعه الحدود الجبليه. ادي جبل البرانس زي ما انتم شايفين كده، ده الجبل الفاصل بين فرنسا شمالا واسبانيا جنوبا، وادي شايف انت الخط الاسود اللي مرسوم فوق الجبال، ده هو ده الحد الجبلي اللي بين فرنسا واسبانيا. الجبل نفسه فاصل طبيعي مش حد، الحد اهو الخط الاسود الواضح ده اللي هو فوق الجبل. برضو لو بصينا الى الارجنتين ودولة تشيلي في قارة امريكا الجنوبية زي ما قدامكم على الشاشة، هتلاقي جبال الانديز تفصل بين الارجنتين وتشيلي، وادي الخط الحدودي اللي مرسوم فوق الجبل زي ما انتم شايفين كده. اذا الحدود الجبلية خطوط ترسم فوق الجبال، فوق الايه؟ او عند اقدام الجبال ايا كان الرسم، ولكن الجبل نفسه مش هو الحد زي ما اتفقنا. الجبال فواصل وان صح التعبير تعتبر تخوم. طيب تاني شكل من اشكال الحدود الطبيعية قال الحدود النهرية ترسم على الانهار. هناك انهار احيانا دولية تفصل بين دولتين. طبعا هنعرف بعد كده ان الانهار الدولية نوعان، انهار دولية تجري عبر حدود الدول زي نهر النيل وده ما يعتبرش حدود طبيعية او فواصل، لكن هناك انهار تفصل بين دولتين زي ما هنشوف دلوقتي قدامنا على الشاشة كده. النهر اللي باللون اللبني ده، ده اسمه نهر ريو جراند. ريو جراند ده نهر يفصل بين الولايات المتحدة شمالا والمكسيك جنوبا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. النهر مرسوم في نصه كده بالشرط كده باللون الاحمر، هي دي الحد النهري اللي مرسوم فوق نهر ريو جراند بين الولايات المتحدة والمكسيك. الانهار كحدود طبيعية ليها اتنين من المزايا، وضوحها في الطبيعة واضحة وتمثل خطوط دفاعية، وان كان الدفاع هنا مش قوي قوي بس يعني بيعتبروها برضو خط دفاع. لكن الانهار يا شباب لما يجوا يرسموا فوقيها الحدود بتظهر فيها مشاكل رخمة جدا بتخلي استخدامها كحدود مش مضمون، ويثير يعني مشاكل واضطرابات وصراعات بين الدول. ليه؟ انتوا عارفين طبعا وخدنا الكلام ده قبل كده كتير احنا صغيرين، ان اي نهر في العالم بيتم تكوين مجراه عن طريق مياه المطر. في الامطار تسقط في المنابع، تبدا ميه المطر تعمل عمليه نحت وارسام وتجري في مجراها مكونه الايه؟ النهر. فاي نهر في العالم عن طريق المطر وعمليه نحت ثم ارساب، نحت ثم ارساب على طول مجرى النهر. اللي بيحصل بقى ان الانهار ممكن تغير مجاريها. ازاي الكلام ده؟ وضفافها بتكون مش ثابته. ليه؟ لان زي ما قلنا بكل بساطه كميه الامطار الساقطه المكونه للانهار قد تتغير كميتها واتجاهاتها من فتره الى اخرى، وعشان كده ممكن النهر اللي ماشي الجهه دي يغير للجهة دي او الجهة دي، بمعنى ان الانهار تغير مجاريها باستمرار وضفافها غير ثابتة. لو بصينا مع بعض، ودي جزئية مهمة جدا على الشاشة، بص كده عند كلمة المكسيك، الجزء اللي انا ماشي عليه بالسهم بتاعي ده المجرى القديم لنهر الريو جراند، ده المجرى القديم. يعني هنا كده ماشي كان في خط حدودي فاصل بين منطقة بانكو، دي كانت تابعة زمان للولايات المتحدة الأمريكية، لكن نهر الريو جراند اللي كان ماشي في الجهة اللي قدامكم بالأخضر دي رجع وغير مجراه وأصبح بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. وبالتالي كل المنطقة المسماة منطقة بانكو اللي أنا بشاور عليها دي كانت أراضي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك كانت إلى الجنوب منها. ولكن تخيلوا تغيير مجرى النهر ادى الى ان ارض بانكو تحولت من ارض امريكيه الى ارض مكسيكيه. ده بالاضافه الى ان مجرى النهر ممكن يوجد بجواره او بداخله مجموعه من الجزر بتخلي موضوع رسم الحدود صعب جدا 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 في بعض الاحيان. هننتقل للحدود النهريه في جزئيه اخرى
وهي أين يرسم خط الحد النهري، لإما في المنتصف زي نهر الريو جراند، لإما مع أعمق نقطة زي نهر الراين، لإما مع إحدى الضفتين زي نهر البوج. وبكده نكون خلصنا الحدود الجبلية والنهرية، ونواصل مرة أخرى إن شاء الله. لسه بنواصل حديثنا عن الحدود الطبيعية، وبنتكلم عن الحدود البحيرية، يعني المرة دي بقى مش جبل اللي بين الدولتين ولا نهر، لا بحيرة، بحيرة غير بحر. البحيرة طبعا انتوا عارفين مسطح مائي مغلق واقل بكتير جدا في مساحته من البحار. البحيرات احيانا توجد عند احدى اماكن الحدود بين الدول المتجاورة، وفي هذه الحالة بيتم تقسيم هذه البحيرات كحدود، واما ان يكون التقسيم في المنتصف او طبقا لاتفاقيات بين الدول. بمعنى ايه؟ لو بصينا مع بعض كده على الشاشة هنلاقي ادي دولة كندا، وادي دولة الولايات المتحدة الامريكية، وفي جزء من حدود كندا مع امريكا مجموعة من البحيرات. انتوا خدتوهم قبل كده في درس الفرق بين العاصمة والقلب، ان هي منطقة القلب الاقتصادي، وكنتوا بتقولوا على طول كده باندفاع اقليم البحيرات الخمسة. هم خمس بحيرات فعلا، لكن اربعة بس منهم هم اللي حدود، اما هناك بحيرة لا تعتبر حدود بين الدولتين. لو بصينا مع بعض التركيز هنلاقي بحيرة سوبيريور، دي اكبر البحيرات هناك، تليها بحيرة هورن، ثم ايري، ثم انتاريو. شايف انت خط الحدود باللون الاحمر ماشي في منتصف انتاريو، ثم في منتصف ايري، ثم في منتصف هورن، ثم في منتصف سوبيريور، عشان يكمل ايه خط سيرو. لكن بحيرة ميشيغان دي تقع بداخل، كلها بداخل الولايات المتحدة الامريكية، يعني خط الحدود لا يمر فيها، وبالتالي هناك اربع بحيرات فقط تقع في بعض مناطق الحدود بين دولة كندا والولايات المتحدة، وتم رسم الحدود في نصف البحيرات بالتحديد. لكن لو بصينا لبحيرة فيكتوريا في أفريقيا، ففي أوغندا وفي كينيا وفي تنزانيا، ثلاث دول مشتركين في هذه البحيرة. هل قسموها بالمنتصف؟ لا. هل قسموها بشكل متساوي؟ لا. دول قسموها طبقا للاتفاقية بينهما، وكل واحد خد جزء بالتفاهم والاتفاق مع الآخرين بدون قاعدة. كينيا واخد الجزء الصغير بس ده، وأوغندا واخد جزء أكبر شوية، لكن تنزانيا واخد نصيب الأسد، وده بالتفاهم بين الدول الثلاث بدون قاعدة للتقسيم. إذن الحدود البحيرية زي ما انتم شايفين كده، حيث تظهر البحيرات في بعض مناطق امتداد الحدود بين الدول، وهنا أما يتم رسم الحدود في المنتصف أو طبقا للاتفاق بين الدول. هننتقل لأهم حدود طبيعية على الإطلاق، وهي الحدود البحرية. أنا عاوزكم تركزوا معايا قوي في الشكل اللي قدامكم على الشاشة، علشان الجزئية دي مهمة جدا نفهمها، ونفهم الرسم الإيضاحي اللي موجود قدامنا على الشاشة. لما يكون دولة بحرية، وخدنا قبل كده الدولة البحرية اللي بتطل على مسطحات مائية مفتوحة، يعني بحر مفتوح أو محيط، الدولة البحرية دي لما بتكون بتطل على مسطح مائي بحر أو محيط، ليها مساحة في هذا المسطح تسمى المياه الإقليمية، وعند نهاية المياه الإقليمية بيتم رسم الحدود البحرية للدولة. والجزء اللي هو بنسميه مياه إقليمية ده يعتبر جزءا من يابس الدولة أو تابع للدولة، زي هذا الأرض بالظبط، يعني الدولة بتمارس عليه سيادة مطلقة بتاعها وداخل حدودها. وقلنا في أول الحدود خالص إن الحدود تحدد المجال الجوي والبحري للدولة. لكن عاوزين نفرق بقى بين المية الداخلية والمية الإقليمية والمية الملاصقة والمية المحايدة والمية الدولية والرصيف القاري. دول ست مناطق مائية لازم نتطرق إليهم عند الحديث عن الحدود البحرية. أنا ليه عاوز أعرف الحدود البحرية؟ ما أنا بتكلم على الحدود الطبيعية
إما فوق الجبال تسمى جبلية، وإما فوق الأنهار تسمى نهرية، وأما فوق البحيرات تسمى بحيرية، وأما فوق البحار فتسمى حدود بحرية. الحدود البحرية دي اللي هي عند نهاية المنطقة المعروفة بالمية الإقليمية. لو بصينا قدامنا على الشاشة، آدي باللون اللي هو المصفر شوية ده، ماشي، ده يابس الدولة، ده يابس مين؟ الدولة. الخط اللي بالأحمر اللي انتوا شايفينه أنا بعلم عليه ده اسمه خط الساحل. خط مين؟ الساحل. دي دولة بحرية بتبص على مسطح مائي. طيب لو جينا لمحنا كده السهم رايح لمنطقة من البحر وكاتب عليها المية الداخلية، المية الداخلية يعني ايه؟ قال لي كل الأشكال المائية، نركز مع بعضين عشان جزئية مهمة جدا، كل الأشكال المائية المتصلة بالبحر ولكنها تقع فوق اليابس. لو بصيت كده معايا الجزء ده كده والجزء ده، دي كده بحيرات ساحلية متصلة بالبحر ولكنها تقع فوق اليابس وتعد جزءا منه وتسمى بالمياه الداخلية لأن هي جوه أرض الدولة، تحاط باليابس من كل الاتجاهات. المياه الداخلية دي زي البحيرات الساحلية أو مصبات الأنهار أو الخلجان ذات المساحات المحدودة. يبقى أول منطقة مائية بتقابلني اسمها المياه الداخلية، ودي لا تعتبر جزءا من المياه الإقليمية، دي جزءا من يابس الدولة لأنها تقع فوق اليابس ومتصلة بالبحر. لكن لو عاوز تعرف بقى الدولة ليها قد إيه في البحر من مياهه، دي بقى اسمها المياه الإقليمية. المياه مين؟ لو انت كده بصيت معايا على الشاشة، ادي المياه الإقليمية اهي لحد الشرط اللي باللون الأزرق دي، يعني كل هذه المساحة اللي هي تسمى مياه إقليمية، وعند آخرها يتم رسم الحدود البحرية للدولة. دي آخر مية الدولة اللي هي المياه الإقليمية. تعرفها ايه يا ترى؟ قال لي تضم المياه الإقليمية نطاق بحري يبدأ من خط الساحل وتحدد حافته الخارجية من جهة البحر النطاق البحري للدولة، شيء اللي هو ايه؟ الحدود البحرية ترسم في نهايته، وهذه المياه الإقليمية هذا النطاق البحري الدولة بتمارس عليه سيادة كاملة في الصيد وفي التجارة وفي استخراج الثروات. كمان مرة، ما المقصود بالمياه الإقليمية؟ ولنفرض ان ده آخر اليابس وأول البحر، الدولة ليها في البحر مسافة معينة، المسافة دي تسمى مياه إقليمية، نطاق بحري يبدأ من خط الساحل تحدد حافته الخارجية من جهة البحر الحد السياسي البحري، والدولة تمارس هنا سيادة كاملة في الصيد والتجارة واستخراج الثروات. طب المياه الإقليمية دي مداها قد إيه؟ مسافتها قد إيه؟ أخرها قد إيه؟ قال لك من 3 ميل إلى 300 ميل حسب ظروف كل دولة. وهنقف شوية عند حسب ظروف كل دولة، ظروفها من ناحية إيه؟ يعني قدرتها وقوتها وأسلحتها اللي تقدر تأمن بيها ميتها. أصل ما ينفعش إن أنا أفرض السيطرة اسما كده على مساحة واسعة وأنا ما أقدرش أمن أرضي من خلالها، وبالتالي تبقى سواحلي مخترقة وأرضي كمان مخترقة. لا، الدول القوية هي الوحيدة اللي بتقدر تاخد مساحات واسعة في البحار والمحيطات تسمى مياه إقليمية. لكن لو الدولة ما عندهاش القدرة فهي بتكتفي من 3 ميل 10 ميل 12 ميل في الغالب الدول لحد 300 عند الصين مثلا في المحيط الايه؟ الهادي. طيب دي المياه الإقليمية كده، الدولة خلاص خدت كل ما ليها في البحر او المحيط ولا من حقها تاخد كمان؟ قالك في الغالب الدولة بتاخد كمان منطقة بعد المياه الإقليمية تسمى المياه التكميلية او الملاصقة. المياه التكميلية كل الدول البحرية واخدة مياه تكميلية، عبارة عن ايه؟ منطقة تمتد من نهاية المياه الإقليمية لمسافة داخل البحر. الدولة بتعمل فيها ايه؟ قال لي بتمارس الدولة في هذه المياه
سلطات جمركية وإجراءات خاصة بالرقابة والإشراف الضروريين. ليه؟ عشان تحافظ على أمنها وسلامتها ومصالحها الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المنطقة ليست ملكا للدولة ولكنها جزءا من المية الدولية، وتترك الدولة هنا عشان تأمن مصالحها لكن دون أن تأتي على حق الدول الأخرى. في بعد كده مية محايدة، ودي منطقة المفروض جزءا من المية الدولية تدعي الدول القوية السيادة عليها. أما المية الدولية بقى يا جماعة فهي المنطقة المفتوحة للجميع، المشاريع لكل البشر، ومحدش بيفرض السيطرة عليها. وبكده نكون أخذنا 5 مناطق مائية بالإضافة لمنطقة الرصيف القاري اللي هي امتداد اليابس تحت مية البحر أو المحيط، وده كان إيضاح للأماكن أو المياه بأشكالها وأنواعها عشان نعرف الحدود البحرية أين ولماذا.